السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو الثاني أو الدرس الثاني في وجمع بين الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر كما ترى من تفسير جامع البيان في تفسير القرآن سورة القيامة الآية 9، أمهات التفسير جامع البيان في تفسير القرآن الطبري. وهناك حديث أيضا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ستجد في البخاري حديث صحيح: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. شو يعني مكوران؟ يعني وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر ثم يجتمعان. وهذا قول أيضا مجاهد هنا عن مجاهد: وجمع الشمس والقمر قال كورا. ليش؟ لأنه الرسول قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، وهذا ما أثبتته وكالة ناسا في الفيديو الأول اللي أنا وضعته، فهذا موجود كما ترى في الطبري، وأيضا موجود ابحث في البخاري عن أشوف إذا الحديث موجود هون في البخاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. هذا الحديث موجود في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وهذا موجود في صحيح البخاري اللي هو أصح الكتب بعد القرآن الكريم. فأعتقد الأمر واضح من التفاسير ومن الحديث ومن قول المجاهد وقول النبي أنه الشمس والقمر يجتمعان فيصبح كرة واحدة، وهذا ما نسميه نحن في العلم الحديث العملاق الأحمر. وبينت أنا في الفيديو الأول موقع ناسا يعترف أنه شمسنا سوف تتحول إلى عملاق أحمر، وسوف تبتلع الكواكب الزهرة وعطارد، وسوف تبتلع القمر، وسوف تبتلع، قد تبتلع الأرض أيضا وتتحول إلى عملاق أحمر. فهذا خبر جاء قبل 1400 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى، وعن الصحابة، وأثبته العلم الحديث، العلم الفلك، علم الفلك والفيزياء الفلكية. طب سؤالنا، لماذا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الغيبية لو كان كما يدعي غير المسلمين أنه نبي كاذب وحاشاه عليه أفضل الصلاة والسلام؟ مش محتاج يدخل في أمور غيبية في نهاية الكون، بداية الكون، يخبر القرآن عن كيف بدأ خلق الكون: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ويقول مجاهد ويقول ابن عباس: فتقت السماء سبع سماوات وفتقت الأرض سبع أراضين، وهذا موجود في الطبري. لماذا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في أمور غيبية لم يشهدها أحد من الإنس؟ بدليل في سورة الكهف قول الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. نعم، نحن لم نشهد خلق الكون، ولكن كيف عرفنا أنه ابتدأ من فتق الرتق؟ من خلال الآثار اللي موجودة في صفحة سماء الدنيا. لكن لحظة فتق الرتق نحن لم نشهدها، ولكن شهدنا الآثار. يعني هناك آثار في صفحة سماء الدنيا تدل على أن الكون فتق من ذلك الرتق الأول، ومن هذه الآثار توسع الكون.
ومن هذه الآثار التكوين الكيميائي للكون، 20% هيليوم و80% هيدروجين. من هذه الآثار ما يسمى بالبقايا الحرارة من الانفجار الكبير، نحن نشهد هذا في الكون. فنعم نحن لم نشهد لحظة الفتق، وهذا صحيح كما قال القرآن الكريم، ولكن رب العزة ترك لنا آثار في الكون تدل على أن الكون فتق من فتق الرتق. وجزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم. وأختم كلامي بقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم.